احلى اهلاويه والله بجد. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم، وفقرتنا دي مع واحد من اللي شرفونا طبعا قبل كده، اهم نجوم الدفاع في الكره المصريه جماعه، واحد ابناء النادي الاهلي لفترات طويله، والنهارده مدرب متميز جدا وبيشق طريقه فعلا، يعني لسه جاي صوته رايح يعني، عشان كان بيزعق زعيق جامد جدا مع 2005، فيقول لنا سبب الزعيق ده كان ليه النهارده مع مواليد 2005، اللي هو طبعا بيشرف على تدريبه في البيت الكبير، شريف عبد الفضيل. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، وانا مبسوط طبعا بوجودي معاكم في المقدمه، ومبارك للنادي الاهلي على حصوله طبعا احسن قناه رياضيه طبعا، وده مش جديد على النادي الاهلي يعني، وقناه النادي الاهلي.